ازيك يا ماما أمينة؟ الله يسلمك. انت عارفة احنا فين؟ احنا هنا في متحف القوات الجوية. انت فين؟ في دار المسنين؟ اه. بقالك كام سنة يا حبيبتي؟ مع الحاجة منى. هو قاعدة مع الحاجة منى؟ الحاجة منى والحاجة سعاد. مبسوطة يا حبيبتي؟ الحمد لله. الحمد لله. عندك ولاد؟ كان معايا ابن امه. ربنا يرحمه يا حبيبي. كان ايه؟ متجوز معايا. كان متجوز ومعايا له ابن واحد؟ خلفتي ابن واحد؟ حبيبتي وانت بقالك كام سنة في دار المسنين؟ انا قال رمضان اللي فات ده. بعد ما ابنك توفى يعني؟ جيتي هنا؟ اه. طب انت كان ابنك كويس؟ كان طيب. كان طيب وكان بيعاملك كويس؟ ايوه. ربنا يرحمه، ده هو في الجنة. ايوه. انت عارفة ان هو سبقك للجنة كده؟ ربنا يرحمه. ربنا يرحمه ويغفر. الجنة. انت وانت صغيرة اشتغلتي وانت صغيرة او ولا احكي لي كده على حياتك وانت صغيرة كان شكلها عامل؟ بشتغل. انت بتشتغلي؟ ما قلت بعد قبل ما نموت. قبل ما يموت كلمة. قبل ايه؟ قبل ما يموت كلمة. قبل جوزك ما يموت؟ اه. كلمة بعد ابني مات من قريب في رمضان اللي فات ده. اه. ابني كلمة كان مات من زمان. ولما مات اشتغلتي؟ اشتغل. اه. اشتغلتي ايه؟ نمسح يعني هنعمل ايه؟ اه. كنا بنمسح نشتغل. وابنك كان يعني يريحك بقى بعد ما كبر وكده؟ ابني كان طيب قوي. اه. كان طيب. كان بيصرف عليكي؟ اه كان بيديني. ايوه. اه كان بيديني مصاريف ويجيني وكان بيقعد معاي ويكلمني. حبيبتي. يجيب لي لبن حليب. طب ولاده بيسالوا عليكي؟ لا ولاده قاعدين في نوت عند حدين نوت عند اسمها دي قاعدين بعيد عني. قاعدين بعيد مش بيسالوا على جدتهم؟ يرجعوا بيها. طب الناس اللي هنا الحلوه دي بيعملوكي كويس؟ طيبه اوي. حاجه منى طيبه. كلهم طيبين. كلهم طيبين. بياخدوا بالهم منك؟ الحمد لله. كل قاعدين مع بعضين ناكل ونشرب. الحمد لله. الحمد لله وشكر لله. بتدعي بايه؟ تقولي يا رب ايه؟ بقول يا رب استرنا في الدنيا في الاخره. يا رب. دي دعوه حلوه قوي. وهو ربنا كان سترك. ولاد الحلال. اه هو رزق. حرام يا رب. ولاد الحلال هم حواليك اهم. وابني في الجنه يتهنى في قدرته. ابني يجعله في الجنه يتهنى من قبل امه. يا رب يا حبيبتي يا رب. ماما راوية من أهم محاربات السرطان في مصر، يعني أشهر واحدة. أي حد يجي يتكلم عن موضوع السرطان وإزاي نحاربه وإزاي نقف يعني وعارفة نعدي من المحنة دي ونخليها كده منحة من ربنا سبحانه وتعالى، يكلموا ماما راوية على طول يسألوها نعمل إيه. ازيك يا ماما راوية؟ ازيك يا حبيبتي وحشاني. أنت أخت وحبيبة وسفيرة لينا كلنا في كل مكان. ربنا يديك الصحة يا رب. أنت بقيتي يعني سيدة عمل عام بعد موضوع السرطان ده. بقيتي مش فاضية ومشغولة، بيدعوكي لكل المحافل المحترمة الكبيرة، أي إيفنتات أي كده. دخلتي في القصة دي إزاي؟ الحمد لله وشكر لله. إن الله لا يأتي إلا بخير. فالحمد لله المحنة اللي أنا عديت بيها دي ربنا خرجني منها بالدعم النفسي وبالناس الكبيرة اللي وقفوا معايا. فعشان كده أنا بحاول أعوض أي مريضة أو حاجة أقف جنبها وأقول لها دي فترة وربنا إن شاء الله هيعديها على خير. ودلوقتي الحمد لله أنا عديت من المحنة دي، ودلوقتي أنا في المجلس القومي للمرأة، وكنت في مستشفى بهية، ودلوقتي أنا بشارك في مع ذوي الهمة ومع الصالونات الثقافية، والنهاردة اديني بشارك في عيد الحب. يا رب كلنا نحب بعض في مع اللواء مجدي ديودار في متحف القوات الجوية.
ربنا يكرمنا جميعا ونحب بعض. والمهندسة زينب بشير في مؤسسة بنحبك يا مصر، كلنا بنحب بعض وربنا يوفقنا ويكرمنا وإن شاء الله كلنا نحب بعض. الست اللي بيجي لها سرطان ومكتئبة تقولي لها إيه؟ أقول لها ابعدي عن مشكلتك، لأن لو قعدتي وفكرتي فيها هتتعبي ومش هتخفي. أي واحدة جالها مرض السرطان أقول لها اخرجي اتفسحي، اندمجي في وسط أصحابك، في وسط وروحي واخرجي، هتلاقي الموضوع سهل جدا وبسيط وإن شاء الله تقومي زي الفل. قولي لي بقى، اتفرجتي على متحف القوات الجوية؟ اه طبعا، ده رمز وكلنا نتباهى بيه فعلا، يعني رمز قواتنا الجوية، ربنا ينصرهم ويحفظ مصر. ويعني اللواء مجدي عامل شغل كبير قوي في المتحف الجوي، يا ريت كلكم تيجوا تزوروه، وريتوا كل الاطفال والكبار عشان يجوا يعرفوا التاريخ بتاعهم. شكرا يا ماما راويه، وانبسطي بقى باليوم الجميل. ميرسي يا حبيبتي، شكرا شكرا.